السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء المرحلة الثانية في تحضير غاز الأمونيا. ماذا نعني بغاز الأمونيا؟ ينشأ هذا الغاز من ارتباط أو اتحاد ذرة نيتروجين واحدة مع ثلاث ذرات هيدروجين، وبالتالي يؤدي إلى تكوين ثلاثة روابط تساهمية. من صفات هذا الغاز، أولاً يمتاز بأنه عديم اللون وأخف من الهواء، ويغلي في درجة 33.35 درجة مئوية، وينجمد في درجة 77.8 درجة مئوية. ويمتاز غاز الأمونيا بأنه سائل بالضغط والتبريد، وهو مذيب جيد للعديد من الفلزات، وكذلك يمتاز بأن محاليله مستقرة. وهي الميزة مهمة جدا في غاز الأمونيا، لأنه عن طريق استقرارية المحاليل يؤدي إلى حدوث عمليات الاختزال. وأيضا نلاحظ إنه من الصفات الفيزيائية لسائل الأمونيا بأنه يمتلك صفات شبيهة بالماء. شلون يعني صفات شبيهة بالماء؟ من حيث قابليته على تكوين الشكل الهرمي، ومن حيث القطبية العالية، وكذلك من حيث التأين الذاتي للماء والأمونيا. يعني من أجي أكتب عملية أو التفاعل الكيميائي للأمونيا وتحلل الماء اثنيناتهم، تأين ذاتي يسلكون نفس السلوك ونفس النواتج تقريبا يطلعون. نجي إلى معادلة التأين، ألاحظ أنه هاي عندي الأمونيا أثناء عملية التأين مالتها، إيش ظهر عندي؟ ظهر عندي NH4 موجب إضافة إلى NH2 ماينس. كذلك عملية التأين للماء، إيش ظهر لي؟ همين الأيون الموجب للهيدرونيوم مع الأيون السالب لأيون الهيدروكسيد. لذلك من أجي أقول لك بالامتحان ما هي الصفات الفيزيائية للأمونيا أو لمن تشبه من حيث صفاتها، فأنت حتذكر بأنها صفاتها هي شبيهة مع صفات الماء من حيث تكوين الشكل الهرمي، ومن حيث قابلية التأين، حيث نلاحظ النواتج مالتها تكون موجبة وسالبة بنفس طريقة التأين. أيضا ألاحظ هل أنه غاز الأمونيا يشتعل في الهواء الجوي أم لا؟ فطبعا احنا اي شيء من نبدي نذكره لابد انه، بما احنا فرع كيمياء، لابد انه نذكر ونوثق بمعادلات كيميائية. نعم، غاز الامونيا يشتعل مع الهواء. شلون يعني قاعد يشتعل؟ عن طريق اتحاده مع الاكسجين. شي يكون اثناء الاشتعال الامونيا كغاز مع الاكسجين؟ يكون النيتروجين والماء، ويمكن تمثيله بالمعادلة الموضحة امامكم، حيث نلاحظ ان الامونيا عندما تتعرض إلى الأكسجين الموجود في الهواء الجوي تعاني الأمونيا الاشتعال، وبالتالي أثناء اشتعالها تبدي تنطيني غاز النيتروجين إضافة إلى الماء. فهذه من المعادلات المهمة في تكوين غاز النيتروجين. أيضا طلبتي الأعزاء، للأمونيا اللي هي NH3 اللي قبل شوي ذكرناها من اتحاد ذرة نيتروجين مع ثلاثة هيدروجين، والأواصر مالتها هي نوعها أواصر تساهمية، تستخدم في العديد من المجالات. من ضمنها عندي تستخدم في عمليات التبريد، وأيضا تدخل في إنتاج عجينة الوراق، وفي صناعة المطاط واللدائن ودباغة الجلود، وصناعة الكثير من الأحماض. ولكن الاستخدام الأوسع في الأسمدة النيتروجينية هو يدخل النيتروجين، وخاصة في سماد الثايويوريا. لذلك من أجيب لك بالامتحان عدد استعمالات الأمونيا، أنت حتعدد لي النقاط الموجودة، لكن من أجي أقول لك أريد فقط الاستخدام الأكثر أو الأوسع في استخدام الأمونيا، حتقول في الأسمدة النيتروجينية. وتقريبا طلبتي الأعزاء 75% من النشادر الأمونيا هي تدخل في تكوين الأسمدة النيتروجينية، وقلنا مثالها سماد الثايويوريا. أيضا عفوا طلبتي الأعزاء، نلاحظ هنا عندي في التعليل يقول لك هل يمكن استخدام سائل الأمونيا في الأجهزة المختبرية بسهولة ولماذا؟ يعني إحنا ليش نقدر أم لا؟ طبعا الجواب هو إحنا نقدر نستخدم الأمونيا السائلة في الأجهزة المختبرية وبكل سهولة. والسبب ذلك يعود إلى شنو؟ إحنا قبل شوية ذكرنا أكو صفات معينة موجودة في الأمونيا، فمن خلال الصفات أنا أقدر أستنتج لماذا سائل الأمونيا يستخدم في الأجهزة المختبرية.
مختبرية. الجواب حيكون لأن سائل الأمونيا شي يمتلك عندي، انتبهوا، حرارة تبخير عالية، فعن طريق هاي حرارة التبخير العالية لذلك احنا هاي ميزته قدرنا انه نستخدمه في الأجهزة المختبرية. وهذا الارتفاع الحرارة العالية والتبخير العالي اللي يحدث في سائل الأمونيا أدى بدوره إلى حدوث تجمعات جزيئية، وهذه التجمعات اعتمدت على شنو؟ على شكل أنواع الأواصر التي تربط سائل الأمونيا، الأواصر الهيدروجينية اللي كانت تربطها. لذلك لاحظنا أن سبب استخدام سائل الأمونيا في الأجهزة المختبرية كان من السهولة أن نتعامل معه. هسه احنا تعرفنا بالبداية انه شنو تعريف الامونيا، وعرفنا ما هي صفاتها الفيزيائية، وعرفنا ما هي اهم استعمالاتها. اريد اشوف هنا طريقة العمل من ناحية العمل في المختبر، شلون اني اقدر احضرها. نلاحظ هنا نبدأ نسوي عملية اد اضافة 0.5 جرام من كلوريد الامونيوم في كمية قليلة من الدستل ووتر الماء المقطر. قيمة الحجم الماء حيكون 1 مل في بيكر، في كأس تكون السعة مالته 100 مل. بعد ما كملت إضافة الـ 0.5 جرام من كلوريد الأمونيوم في كمية قليلة من الماء المقطر في اللي هو 1 مل ضمن هذا البيكر، أبدي أكمل إضافة 0.5 جرام من مادة هيدروكسيد البوتاسيوم اللي هي عبارة عن مادة قاعدية في 10 مل من الماء المقطر ولكن في بيكر آخر، ومن ثم أضيف المحلول الثاني اللي توني أني حضرته ضمن هاي الخطوة الثانية إلى المحلول الأول. ماذا سوف نلاحظ؟ نلاحظ عملية خروج غاز الأمونيا. شلون قدرنا نعرف هذا الغاز هو ظهر؟ عن طريق رائحته النفاذة، لأنه غاز النيتروجين يمتلك روائح نفاذة وقوية جدا، فعن طريق هذا الشيء استطعنا أنه نحضر الغاز الأمونيا. أما المعادلة العامة لتفاعل غاز الأمونيا، احنا متونا قلنا وذكرنا في الخطوات اللي قبلها طريقة التحضير اللي شلون ضفنا. ألاحظ أريد أمثل بمعادلة كيميائية حتى عن طريقها أقدر أعرف شنو المادة اللي نتجت لي. فالمعادلة العامة لتفاعل غاز الأمونيا هي تفاعل الـ KOH اللي هي المادة القاعدية من هيدروكسيد البوتاسيوم مع كلوريد الأمونيوم NH4Cl، فأدى إلى انبعاث غاز الأمونيا النشادر اللي هو N ذرة نيتروجين مرتبطة مع 3 ذرات هيدروجين عن طريق أواصر ثلاثية، وإضافة إلى خروج نواتج ثانوية أخرى متمثلة بكلوريد البوتاسيوم والماء. هذه طبعا من المعادلات الضروري من الطلبة الأعزاء أن يحفظوها مع طريقة العمل. أعزتي الطلبة، إلى هنا تم الانتهاء من محاضرتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم. كونوا معنا.